صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أمس أن بلاده تأمل في إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع سوريا، وذلك على غرار ما فعلته من تطبيع للعلاقات مع روسيا وإسرائيل. وأضاف يلدرم خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية أنه يتوقع من كافة دول الجوار والشركاء الاستراتيجيين إعادة تقييم الأوضاع القائمة، مضيفا أن استقرار سوريا والعراق سيسهم في جهود مكافحة الإرهاب. وينضم إلينا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين الأحرار. مرحبا بك يا سيد غزوان، هل تصريحات رئيس الوزراء التركي تعتبر مد يد للصلح مع نظام الأسد؟ الحقيقة واضح أنه في استدارة قوية وواضحة، يعني في سياسة الخارجية تبدت أول ما تبدت الاتفاق والتفاهم التركي الإسرائيلي، بالإضافة إلى موضوع إعادة مسار العلاقة التركية الروسية للسكة الصحيحة. يعني هلا نحن بنقدر نتفهم إنه هون دولة بدها تبحث عن مصالحها وتصيغ سياستها بما يخدم تلك المصالح، ولكن الحقيقة بينتابنا كثير من القلق من تلك الاستدارة التركية فيما يتعلق بالموقف من نظام الأسد، أن هذا النظام اللي فتك بالشعب السوري وهجر نصف هذا الشعب لا يمكن اليوم يعني تفكير وتقبل فكرة إعادة تأهيله مرة أخرى. يعني هاي العلاقة أو هذا النمط من العلاقات هو نوع من إعادة التطبيع وإعادة تأهيل مشروعية جديدة للنظام. هذا نحكي على المستوى الشخصي والمؤسسي السوري، غير مقبول على الإطلاق. طيب سيد غزوان، يعني ما هي أسباب هذا التغير في السياسة الخارجية التركية؟ هلا أنا بتقديري إنه في ضغوط هائلة على تركيا، سواء من الطرف الأمريكي اللي الحقيقة دفع في تركيا لحافظ الهوية ثم تخلى عن حمايتها عندما أعطاها الضوء الأخضر بإسقاط الطائرة الروسية، واللي هي شعر اللي قصم ظهر البعير في العلاقات ما بين تركيا وروسيا، بالإضافة إلى سرب بطاريات صواريخ الباتريوت اللي كانت موجودة في تركيا حلف الناتو، وبالتالي كانت رسالة وقع وقوية بالنسبة للسلطات التركية أرسلت من حلف الناتو ومن الولايات المتحدة بأن لن يكونوا داعين للسياسات التي اتخذتها السلطات التركية تجاه المسألة السورية. هذا بيعني أن بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لروسيا هناك يعني تقبل لاستمرار نظام الأسد، وهناك مسعى لإعادة تأهيله، فضلا عن أنه جعلوا مسألة محاربة الإرهاب هي الأولوية، وكأنه أن لا يدركوا، وهم حقيقة يدركوا أنه صناعة الإرهاب موجودة في قصر المهاجرين بدمشق. طيب كيف سيؤثر تغير الموقف التركي على مسار الثورة السورية؟ أعتقد أنه راح يكون في تأثير يعني في العمق حقيقة، لأنه من المعروف أنه كل الإمدادات اللي عم تدخل للقوى المسلحة في سوريا عمليا هي عم تدخل من الأرض التركية، لأنه استثناء المنطقة الجنوبية اللي كانت عم تدخل عبر الأردن اليوم هي في الثلاجة يعني. فبالتالي هذا يعطينا مؤشر كثير خطير، أنه لو أحكمت تركيا إغلاق الحدود بقرار يعني قوي باتجاه أن تمنع دخول أي سلاح إلى الداخل، فهي عمليا مارست عملية خنق حقيقية لما تبقى من قوى مسلحة في الداخل قادرة على مواجهة سلطة الأسد. هذا على المستوى العسكري. على المستوى السياسي هي الحقيقة هزيمة وصفعة في وجهنا كلنا، في وجه المعارضة السورية، في وجه مؤسسات المعارضة. اليوم في ضيق على الحكومة المؤقتة، ولن تكون تلك الحكومة ليس فقط لأن رئيس الحكومة أراد أن يقيم في الداخل، لكن هي لن تستطيع ممارسة أي عمل في الخارج أصلا. الائتلاف أيضا تلقى صفعة قوية الحقيقة. هي السياسة الحقيقة تنذر بخطر شديد بالنسبة إلى تقلص مساحة الداعمين لتوجهات الثورة السورية.
نعم غزوان قرنفر رئيس تجمع المحامين الأحرار، شكرا جزيلا لك.